من سيجيب على هذا السؤال؟ عندك كتاب آيات شيطانية، من مؤلفه؟ سلمان رشدي الكافر، الكافر الزنديق، الذي سخر في هذا الكتاب سب الله وسب رسله وسب دينه، ولهذا هو مما يعتني به أصحاب بريطانيا، وصدرت فتوى فيه لعلماء سني قاطبة أنه لا يجوز بيعه ولا شراءه في أي بلد من بلاد المسلمين، وأي مكتبة تبيعه فإنها تصادر كلها، تصادر مكتبته، من باع ذلك الكتاب صودرت مكتبته، يعني كفر فوق كفر الخميني. الخميني كفر سلمان رشدي، أقول لك كفر فوق كفر الخميني. فلهذا الخميني رأى منه عجائب استحق بها التكفير عنده.